يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 23، الصغرى 14، الإسكندرية 21، 10، مطروح 20، 10، بورسعيد 19، 11، الإسماعيلية 22، 9، وجوها معتدل. بالنسبة لي السويس 22، 10، العريش 20، 10، طابة 23، 12، شرم الشيخ 26، 16، الغردقة 25، 15، وجوها معتدل. بالنسبة لي الأقصر 26، 8، أسوان 27، 10، الوادي الجديد 26، 10، شلاتين 27، 16، حلايب 23، 15، وجوها معتدل. والآن مع درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من عواصم المدن العربية والعالمية.